إله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما ينبغي لأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته. أحمده تبارك وتعالى حمدا خالدا مع خلوده، لا منتهى له دون علمه ولا منتهى له دون مشيئته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، اللهم صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل مجالسنا مجالس علم ونور، تثقل بها الميزان وتحقق بها الإيمان وتخسئ بها الشيطان. اللهم أنزل علينا السكينة والطمأنينة والرحمة، واذكرنا في ملائك الأعلى المبارك. أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، بعد فاجعة الزلزال رأينا أشياء تعد أخطاء في مسار اعتقادنا وإيماننا في الله سبحانه وتعالى، وجب علينا أن نقف عندها لنبين حقيقة الإيمان ودوره في الثبات النفسي في بوجه عام في الفواجع والكوارث. الإيمان أيها الإخوة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى بداية له طبيعة في علاقة العبد بربه الذي يؤمن به. هذه العلاقة ليس دور الإيمان فيها هو الحماية من الآلام والفواجع والمصائب ووقوع الابتلاءات والفتن، لا. يعني بعض الناس يظن طالما نحن مؤمنون لماذا تنزل بنا الأمراض الموجعة والمؤلمة والابتلاءات والكوارث والزلازل وغير ذلك، ويظن أن الإيمان مجرد علاقة مقايضة مع الله سبحانه وتعالى، هات أو خد وهات. أنا هو العبد عياذا بالله، العبد يعطي لله إيمانا واعترافا به فيعود الله عليه بالأمن والأمان والسلامة والرخاء والسعادة والسرور وما شابه هذه المصطلحات إلى منتهاها في الدنيا. وأصحاب هذا المفهوم الذين يفهمون أو يشعرون بالاستحقاق على الله سبحانه وتعالى، والله لا يجب عليه شيء. يعني كنا نستغرب لما نجد في درس العقيدة ونحن في المرحلة الإعدادية درس التوحيد أن الله عز وجل لا يجب عليه شيء. نقول طب هو حد قال لي أن ربنا واجب عليه حاجة؟ طب الصح هو الله سبحانه وتعالى بيعمله. حتى رأينا مثل هذه الأمور، رأينا مثل هؤلاء الناس الذين يظنون أن الله يجب عليه أن يسلمهم وأن يعافيهم في الدنيا، أن الله يجب أن يعافيهم في الدنيا مقابل إيمانهم به، وهذا خطأ. هذا لا، يعني ما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على شرط السلامة وشعور الاستحقاق مع الله أو مع غيره شعور مفسد للعلاقات. والله يا إخوة، إذا الأب وأنا أركز، إذا الأب وضح في رأسه أنه يستحق من أبنائه أن يقبلوا يده وأن يحملوا حذاءه وأن يبروه برًا خارجًا عن المألوف وفوق العادة، هذا أول فساد يقع في الأسرة. مجرد أن يأتيك أب مخبول ما يدرك حقائق الحياة ولا الأمور، برودة مجرد أن يأتي رجل غير متعلم غير مدرك، حتى لو كان متعلم مع شهادات اللي هي الشهادات الجامعية الفارغة دي، لا يدرك حقيقة الحياة من المودة والرحمة والبذل والتضحية، فيظن أنه لمجرد أنه أنجب. هو الأب بيعمل إيه الآن؟ فكر الأب دوره يربيه الآن، يعني من واجباته أنه يقوم بواجب التربية. والله أيام ما كان ما فيش تلفون اللي هو التلفون اللي هو بالمنافيل الذي يدوروه علشان خاطر يولد 6 فولت يشغل أو 3 فولت يشغل الدائرة،
أيام ما كانش فيه كده علماء التربية قالوا إن الولد يستفيد تربية بعد ما يعدي 5 سنوات يستفيد تربية في بيته 30%، محصلة كل ما يأخذ في بيته 30%، ويأخذ عاد من المدرسة ومن الشارع ومن الزملاء وزملاء السوء وزملاء الخير 70 الباقية. طب لما الآن الولد تجد تحت الغطاء وهو نايم ماسك الهاتف يتلقى والتلفاز والشارع والقوانين المفسدة، طيب فهو مسألة الشعور بالاستحقاق من الوالد مع ولده، من الولد مع والده، من الزوجة مع زوجها أنها تستحق منه العطف، الكلمة الطيبة، ما تتحملش منه كذا، هذه أمور على طول تخرب البيت. مجرد ما يحصل أن الإنسان يشعر أن هو يستحق مع من يعايشه أو يعاشره تحت سقف واحد يستحق أشياء لم يأخذها، تبدأ مباشرة المشاكسات والمناكفات. طب لما هذه الأمور بيننا كخلق تحصل بهذا الشكل، فما بالك بيننا وبين الخالق عز وجل؟ هل نستحق نحن شيئا من الله سبحانه وتعالى؟ يجب على الله شيء تجاهنا؟ كل هذه اعتقادات فارغة ونقص في الإيمان وضمور في مفهوم حقيقة الإيمان عند من يفهم هذا، عند من يفهم هذا. السلف كانت تنزل بهم النوازل فيقولون: يا رب إن عذبت فبعدلك، وإن رحمت فبفضلك. العذاب من الله لنا عدل منه، والرحمة من الله مجرد فضل محض، محض فضل من الله سبحانه وتعالى. الرحمة فضل من الله، ليس استحقاق نستحقه ولا معاوضة على شيء، فإننا لم نقدم أي شيء مهما آمنا وصلينا وصمنا وسبحنا وزكونا وعملت كل الطاعات، لا تستحق شيء يا أخي. النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أقل نعمة يحيى بها العبد، أقل نعمة يحيى بها العبد لو وزنها الله سبحانه وتعالى أمام كل ما يقدمه العبد، لا يساوي عطاء العبد أي شيء أمام أقل نعمة. وقيسوها: نعمة السمع، البصر، الشم، الحس، كل هذه الأمور عند الله أمام ما قدم الله سبحانه وتعالى في نعمة الإيجاد قليل جدا. ومع هذا أنعم علينا بالإيجاد وتفضل علينا بالإمداد. الله سبحانه وتعالى الإمداد منه تفضلا وليس واجبا عليه وليس حقا لنا، هذه نقطة مهمة. من يفهم عكس هذا وأنه يستحق مقابل الإيمان السلامة والاستقرار والطمأنينة وراحة البال في الدنيا، هم أكثر الناس تضررا وارتباكا وتشتتا في وقت الأزمات والفواجع. ولم يأتي نص لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصالحين ولا أقوال السلف الصالح يبين أن المطلوب من الإيمان أو قبالة الإيمان هو الأمان أو السلامة، بل العكس، العكس تماما. الإيمان ليست وظيفته فقط السلامة في الدنيا، بل وظيفته نجاتك في الآخرة. والله سبحانه وتعالى أكد على هذه المعاني وجعل وظيفة الإيمان في الدنيا هو السلام النفسي، السلام النفسي وقت وقوع الأزمات في الدنيا، والسلام النفسي في مع الرخاء في الدنيا. هو أنت ما سمعتش أن البلاد المتقدمة فيها عدد كبير من المنتحرين؟ المتقدمة اقتصاديا أقصد، لأن معظم حضارات العالم الآن حضارة زخرف، حضارة طلاء. تعرف اللي جالس في بيت معتني بزخرفة جدرانه وتنميق فراشه، وبعد ذلك في البيت كله كفر، كتاب غلافه حلو جميل وكله كفر، هو ده حضارة العالم. الكتاب طباعة فاخرة ولكن من ألفه إلى يائه يعني يدل إلى الضلال، بس هل هذا يفيد في شيء؟ الطباعة الفاخرة هي دي حضارة الزخرف التي يعيشها الناس.
واجب الإيمان أو فائدة الإيمان، ثمرة الإيمان في هذه الحضارة لمن يعيشها برغدها ونعيمها وزخرفها، أن هو يسبقه ويطفي عليه سلاما نفسيا. يكون دور الإيمان تقوية النفس وضبط البوصلة، بوصلة حياة المسلم واتجاهاته، وضبط معايير وقيم وموازين التي يزن بها المسلم ويقيم بها المسلم الخير من الشر، فينشرح الصدر وتسكن النفس ويرتاح البال ويصفو القلب. الإيمان في البداية أيها الإخوة، ونحن محكومون لما جاء في القرآن الكريم. يعني الناس تعيب على القرآن أشياء هو القرآن قررها في البداية. ربنا يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي وخير منها أو مثله. فهو قرر الآن إن في القرآن فيه نسخ ومنسوخ. يجي واحد يقول لك ليه في القرآن نسخ ومنسوخ؟ هو قال لك أنا عندي نسخ ومنسوخ، أنت استفيد بعد كده ليه موجود النسخ والمنسوخ. اتربى على النسخ والمنسوخ، عقيدة النسخ في القرآن الكريم. إنما ما يجيش كتاب زي الكتاب المقدس يقول لك يعني تزول السماوات والأرض ولا يزول شيء من الناموس من القانون الشريعة، وبعد ذلك تجد في العهدين تجد فيهم مش نسخ، تجد فيهم بداء. ربنا عمل وندم، غرق الكون وندم. طب ده كلام ينفع؟ يعني كان خاف عليه الخسائر فندم؟ ده اللي يعاب، هذا الذي يعاب. إنما القرآن لما يقول لك أنا عندي ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، إذن قرر أنه هو هيبليكم هيبتليكم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ويقول لك وبشر الصابرين، يعني هم ابتلوا ولهم بشرة، بشرة لهم حزانة. لا، المؤمن راضي بقضاء الله، فثمرة قضاء الله سبحانه وتعالى، ثمرة الرضا بقضاء الله وقدره في الآخرة هو نعيم مقيم. الحقيقة مش الامتحان الصعب، الحقيقة هي نتيجة الامتحان الصعب. امتحان صعب في فقد الأموال والأنفس والأطفال التي رأيتموها تخرج فلا تجد لها عائل ولا قريب ولا أحد يعرفها، وكمان الناس يسرقونهم في المستشفيات وفي أماكن الإيواء يسرقونهم، وجد ناس يسرقوا في الأطفال ويأخذوا منهم أجهزة يبيعوها، يعني أشياء هذه بلايا. لكن الثمرة في الآخرة هي دار النعيم أو دار الشقاء. فلما الله سبحانه وتعالى يقرر هذا مباشرة وصراحة يعلمنا أفنجعل المسلمين كالمجرمين يوم القيامة، ده في الجزاء ما يحصلش، ما ينفعش يبقى المسلم الذي ينافي فعله الإجرام كالكافر الذي تقتضي عقيدته أن يكون مجرما في فعاله وفي أخلاقه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ما ينفعش. ففي الآخرة أيها الإخوة تحصل المفارقة، تحصل المفارقة في أي لون؟ في الجزاء وفي النعيم المقيم. إنما ألم الدنيا، ألم الدنيا لو اجتمع على إنسان واحد ثم غمس غمسة في الجنة ويسأل هل رأيت شقاء قط؟ يقول لا وربي لم أرى شقاء قط، ويؤتى بأتعس وأشقى أهل الدنيا فيفعل به ذلك يوم القيامة ويسأل هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لم أرى بؤسا قط، ويرى بأنعم أهل الدنيا ويغمس مجرد غمسة في النار وهو المنعم من أهل الأرض، ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لم أرى نعيما قط. هذا الذي يعيش لحظة في الجنة أقل من لحظة ثم يخرج فينسى كل شقاء الدنيا، حق له أن يكون أسعد الناس، إذ هذا المكان الذي أنسته لحظة فيه شقاء الدنيا حق له أن يكون أسعد الناس دنيا وأخرى، أسعد الناس دنيا وأخرى. من عمل صالحا
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أطيب حياة وأنعمها حياة تتسم بالرضا عن الله في كل قضاء نزل، ثم يعقبها نعيم مقيم في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ضحايا الزلزال من الشهداء، وأن ييسر لهم أماكن الإيواء، وأن تعود بلادهم أمناً وأماناً، وأن لا يعيد علينا مثل هذه الكوارث ومثل هذه المصائب، وأن يعجل ببأسه على الغشاشين الذين غشوا في البناء، فأصبح الزلزال له أثر كبير على في الألم والوجع والفجع على المسلمين وغيرهم، لحتى نعود إلى الأمانة مرة أخرى. إن الله استعتبنا جميعا، استعتب من وقع عليهم الزلزال، واستعتب من سمع بهم كي يتصدق وينفق على إخوانه، وهذه نفقة واجبة جميع علينا جميعا في أعناقنا. نسأل الله أن يتقبل منكم. إخوانكم في المسجد سيجمعون مرة أخرى. أولا أشكركم على ما قدمتم في الأسبوع الماضي من تبرعات ونفقات لإخوانكم المنكوبين، وواصلوا هذا الإنفاق. عسى الله عز وجل أن يبدل صدقاتكم خيرا ويعقبكم فيها شفاء لمرضاكم ورحمة لموتاكم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم.